مع إشراقة شمس أول أيام عيد الفطر المبارك تتجدد نسمات الفرحة والبهجة على وطن ينعم بالأمن والسلام والدفء بين مواطنيه بكافة أطيافهم، ولا تكتمل هذه الأجواء دون مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء ومصاب العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة والأطفال من ذوي الهمم احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة في تقليد أرساه الرئيس السيسي، والذي أصبح مظهرا من مظاهر استقبال أيام العيد المبارك من كل عام. مش بس علشان نفرح أبناء شهدائنا الأبطال اللي ضحوا حياتهم كلها علشان خاطر مصر، لا كمان عشان الأجيال الجديدة يعرفوا يعني إيه عيد ويعرفوا أهمية لمة وفرحة العيد. الرئيس مصافحا عددا من أبناء شهداء مصر يشد على أياديهم اليافعة ويدير حوارا دافئا وحديثا ودودا بين أب وأبنائه، معلما إياهم قيم الوفاء والولاء لتضحيات أبطال بذلوا الغالي والنفيس ليحيا هذا الوطن، يغرس في نفوسهم معاني حب الحياة والأمل في مستقبل مشرق لشعب علم الدنيا تخليد ذكرى الشهداء والاعتزاز والعرفان بها. الاحتفالية شهدت عرض فيلم قصير حمل اسم أب لكل المصريين، والذي رصد مظاهر احتفال المصريين بالعيد مبرزا أهمية دور الأب في توفير احتياجات الأبناء وسعيه دائما إلى إسعادهم، كما سلط الضوء على دور الأم في رعاية أبنائها. وأنا بحبك جدا وبحبكم كلكم. الاحتفالية شهدت كذلك تقديم عروض غنائية ومسرحية بمشاركة عدد من الفنانين أضفت أجواء من السرور والبهجة على الحاضرين، واستمتع بها الأطفال كما الكبار. انتم ولاد الأبطال، ولاد الأبطال، ولكم في رقبتنا كل الخير والأمان والسلام. أبطال غابوا عن دنيانا لكن بقيت أرواحهم ترفرف عاليا بعد استشهادهم في سبيل وطن أبدا لم ولن ينساهم، وأبناء يسيرون بكل فخر بهامات ستبقى مرفوعة تلامس عنان السماء، ورئيس لطالما أكد قيم الوفاء والاعتزاز بتضحيات هؤلاء الأبطال، فكان التكريم لهم في شخوص أبنائهم وذويهم وأسرهم. وخارج قاعة الاحتفال وبكل مشاعر ود وحب الأب نحو أبنائه، الرئيس السيسي حرص على تفقد منطقة الألعاب وقدم الهدايا للأطفال وأجرى معهم أحاديث التهنئة وتبادل كلمات الترحيب والتقط الصور التذكارية لتكتمل بهجة العيد، وتبقى هذه المشاهد عالقة في أذهان أطفال شبوا في وطن لا يشبه وطنا آخر، وبين يدي رئيس أخلص لوطنه وأبنائه وردد دائما أن الكنز الحقيقي يكمن في الإنسان المصري. علاء رشوان، النيل.